درود ماہی شریف، درود ماہی کا ورد ہر قسم کی مصیبتوں تکلیفوں زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت، حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم، شیاطین کے شر، جنات بھوت کے سائے سے حفاظت کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام اس درود پاک کو صرف 11 مرتبہ پڑھ لے یا سن لے، اللہ کریم دنیا کی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ورد کرنے والا یا اس کو سننے والا جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اس کو ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، محمد خیر الخلائق وأفضل البشر، وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى سيدنا محمد وبارك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا قديم يا يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء، اللهم صل على سيدنا محمد
محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء
وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين
وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين
صلاة تكون لك بظل حقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك بظل حقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى
سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.